الحدوتة بتكمل من بعد احداث الجزء اللي فات، وخصوصا بعد ما باتمان بقى مطلوب للعدالة واختفى عن الانظار، وبنروح مع لحظة القبض على المجرمين وهتنقل لهم بالطيارة. بيفضل الضابط يهددهم، هو بيسألهم عن مكان شخص كده واللي يبقى مجرم خطير بيدوروا عليه اسمه بين، وبيكتشف الضابط ان واحد من المجرمين دول يبقى هو عمك بين شخصيا، وكل اللي بيحصل ده بيكون خطة عشان يخلص على كل اللي في الطيارة. وبيجي رجالة عمك بين بطيارة تانية وبيدمروا الطيارة دي بعد لما هو بيهرب ومعاه كمان شخص كراهينة. وقبل لما يهرب يعمل الحاج عناخدك سواني كده، خد عم حاج ما اقول لك. بص يا اسطى، في قنوات ملخصات كده واسمها كرييتيف جدا، اسمها ملخصات افلام دي سي فيلم تن 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 تن. المهم يا عم الحاج، هي قناه كرييتيف جدا فاهم، فانت روح اعمل لها سبسكرايب بقى كده ايه وظبطها عشان ده صاحبي وحبيبي بجد ماشي. وكمان في مفاجاه كده نزلك قريب، ف ايه ينفعش طالما في مفاجاه يبقى نعمل سبسكرايب عشان مفاجاه تطلع، عشان نعمل سبسكرايب مفاجاه تطلع بس كده. شكرا بس كده، نروح بقى احنا ايه نكمل القصه. يلا انا مستني بقى تعمل سبسكرايب. خلصت يلا بينا. وعلى الجنب التاني نروح لبيت بروس وين، وفي وقت حفله كبيره كده وجود شخصيات مهمه واللي بيلاحظوا عدم وجود عمك بروس، وبتروح واحده من الخدم اوضه بروس عشان تدي له الاكل. وهناك بنشوف شكل بروس واللي بيبان عليه ان هو ضعيف، خصوصا ان هو بيستخدم عكاز. قال ايه اللي حصل لك يا بروس؟ ولكن بنكتشف هنا ان الخادمه دي شخصيه مشهوره كده اسمها كات وومن، وهي كانت موجوده عشان تزرع عقد ام بروس الله يرحمها. وبروس مش بيواجهها عشان ما يبينش ان هو باتمان ويحصل شكوك حواليه وكده. فيروح عمك بروس يتحرى عنها، وبيعرف انها مع العقد سرقت حاجات تانية زي بصماته برضو فاهم بالمرة كده، واللي بتستخدمها في انها تبيعها لواحد من المجرمين. واثناء ما الصفقة دي بتتم بيرفض المجرم ان هو يدفع فلوس، فبيكون معاه تليفون مسروق كده من شخصية مهمة واللي فيه زرار طوارئ كده بيجيب البوليس في ثواني، وبتعمل ده فعلا. وبيجي البوليس اثناء ما هي بتمثل انها مجرد ست خايفة من اللي بيحصل، الراجل ده مختزف وكان بيتحرش بيا. المهم يا عم الحاج، ومن الظباط اللي بيجي ده بيكون عمك جوردن، وبيجري المجرم، ولكن واحد منهم بيضربه ضربة كده فاهم بالنار كده تخليه يغمن عليه. وهنا بنعرف ان بين اللي شفناه ده عنده اتباع كتير، واللي بيستقروا تحت الارض في مدينه جوثم، وخصوصا في المجاري. هو تحت الارض هيكونوا فين مثلا؟ يعني مع سلاحف النينجا تحت اكيد في المجاري. وبيكون عمك بين عايز يقتل جوردن، ولكنه بيهرب بعد لما بيتصاب بطلقه. وبيلاقي ضابط تاني كده اسمه جون وبينقله للمستشفى، وبعدها بيروح على بيت بروس وبيقول له على اللي حصل وعلى الجيش بتاع بين اللي في كل حته، وبيقول له ان هو عارف ان هو باتمان وان هو لازم يرجع يحارب بين تاني واللي زيه بقى فاهم ان هم المجرمين كده. فبيتسلل بروس وهو لابس قناع للمستشفى اللي فيها الضابط جوردن، وبيعرف منه معلومات عن بين، وبعدها بيرجع عشان مضطر يستمر في حياته كبروس فاهم انت، وان هو شاب غني وكده. وبيروح على حفله وبيقابل فيها بنت اسمها مريندا، تفاح ولا برتقال، واللي بتعرض عليه مشروع. على فكره احمد اللي كاتب النقطه دي، واللي بتعرض مشروع على بروس، وبتكون محتاجه انها تشتري مفاعل الطاقه من شركته. بيكون رد بروس انه مش هفكر يمكن ليه لا، وبيتفاجئ بوجود البنت اللي تبقى كات وومن معاهم في الحفله. ولما بيسالها عن اللي هي بتسرقه، فبترد عليه انها عاشت في فقر من صغرها فتعودت على السرقه. المهم في بياخد منها بروس العقد بتاع امه، وبيكمل في حفلته. ولما بيخلص وبيكتشف انها سرقت العقد، ولكنها سرقت عربيه لامبورجيني من بتاعته. طب تاخدي العقد التاني؟ طب انا اسف. فبيروح عمك بروس على الكهف بتاعه وبيركب جهاز يساعد رجله المصابه، وبيلبس بدله باتمان عشان هو راجع اخيرا وبقوه. ولكن على الجنب التاني بيقتحم بين وعصابته مبنى البورصه، وبعد اختراقهم للنظام بيفضل يتلاعبوا بقى فاهم بالاسهم بتاعت البورصه، وحبه فوق وحبه تحت، وبيكون فاضل لهم الهروب. ولكن البوليس بيكون بره، ولكن بيكون عند بين خطه، وهي ان كل واحد بموتوسيكل يكون معاه حد من الرهائن عشان ما يضربوش عليهم نار. ولكن بيظهر فجاه كده لو انسطع وسط المدينه رسم لداء ينادينا، بيظهر عمك باتمان، وبيحصل منهم مفاجاه. ولكن المشكله هي ان البوليس طرد باتمان بحكم هو كونه ايه مطلوب للعداله، سابوا الراس ومسكوا في مسكوا في ايه. وبعد لما بيتحاصر عمك باتمان بيهرب باستخدام طيارته الخاصه، وبيرجع على الكهف. وهناك الفرد بيقول ان هو ما يحاربش بين، وده لان بين قوي جدا، انما بروس جسمه متبهدل فاهم انت. ولكن عمك بروس بيصمم فاهم، انا مصمم. فبيضطر الفرد ان هو يقول لبروس ان هو لو ما وقفش اللي هو بيعمله ده هيسيب البيت ويمشي. الراجل ده فكرني بامي ليه؟ ولان برضه بروس مش هيبطل، فبيمشي عمك الفرد. وتاني يوم بيصحى عمك بروس على صوت الجرس، وبيفتح عشان يلاقي لوشيس، واللي بيعرف بروس ان الشركه خسرت بسبب الهبل اللي هم عملوه في البورصه ده، وان هم على وشك الافلاس اصلا، وان هو لازم يبيع المفاعل لمريندا برتقال ولا تفاح برضه. فبيروح يقابلها، وفعلا بتتم البيع الحمد لله قبل ما يشرب بق منها. ولكن بعدها بيعرف عمك بروس ان نصيبه في الشركه اتباع، يعني دلوقتي شركته ما بقتش شركته. فبيروح بروس بلبس باتمان وبيقابل كات وومن، وبيطلب منها توصله لبين. ولكن لما بيوصله بتطلع كات وومن خاينه اصلا. قولي لي يا خاينه، ما القطط دايما خاينه، ايه الجديد يعني؟ قطط غداره. المهم يعني بتطلع خاينه وبتبيع عمك بروس، وبنكتشف ان بين ده يبقى احدى تلاميذ راس الغول هو كمان، يخرب بيت ام راس الغول، وان هو نفس الشخص اللي درب عمك بروس زمان يعني، وبروس قتله في الاخر. فبيكون هدف بين هو الانتقام من اللي قتل استاذه. فبيحصل ما بينهم مواجهه كده شديده
ضربة من هنا على ضربة من هنا، وفي المواجهة دي بيكون طبعا عمك بين هو الأقوى يعني، وبتنتهي المواجهة بإن بين بيكسر ظهر عمك باتمان، وبيطلب من المساعدين إن هم ينقلوا له السجن كده تحت الأرض اسمه حفرة الموت، والطريقة الوحيدة للخروج منه هي تسلق جدران السجن ده، وبيسيب عمك بين بروس يتعذب من غير لما يقتله، ده غير إن هو بيسيب له شاشة التلفزيون كده عشان يوريه وهو بيدمر المدينة، وهو عاجز مش قادر إن هو يعمل أي حاجة، وبينتقل بين لخطوته اللي بعد كده، وهي إن هو يقتحم شركة عمك بروس أو اللي كانت شركته يعني، ويسرق الأسلحة والعربيات اللي هناك. طب ما نجيب عربية طيب. وهنا افتكر يا عم الحاج كده إيه معايا أول الفيلم لما عمك بين خطف رهينة من الطيارة، أهو الشخص بقى اللي خطف ده يا عم الحاج خبير قنابل، فبيستخدمه بين إن هو يحول إحدى المفاعلات اللي في شركة بروس وين لقنبلة، وأثناء محاولة البوليس اختراق الشركة عن طريق المجاري يعني، فبيتحبسوا تحت لأن بين بيفجر القنابل، بام 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 بام. ده غير إن هو بيفجر ملعب كرة كامل، وبيقف يقول فيه إن هو خلال أيام هيدمر المدينة كلها، وبيعدم خبير القنابل اللي معاه، وبتتحول المدينة لفوضى بعد لما بين بيحرر كل المساجين اللي فيها، فبيتبعت جيش كده للمدينة عشان يتصرف في الموضوع ده، ولكنهم مش بيقدروا يدخلوا لأن بين هيفجر المدينة لو حد من الجيش دخل أصلا، يعني فاهم، ما حدش دخل هفجر، حد دخل هفجر برضه. فبيضطر الرئيس الأمريكي إن هو يطلع في التلفزيون ويقول لسكان جوثم إن مفيش حل، وإن هم بقى فاهم أنت إيه، ربنا معاكوا بقى، طيب السلام أنت. وعلى الجنب التاني في الحفرة اللي فيها عمك بروس، بيعرف بروس من واحد من المساجين قصة عمك بين، وتبقى إن هو كان في مرتزقة حب بنت واتجوزه في السر، وإن أبوها مش موافق لما بيعرف بيرميه في السجن ده، ولكن البنت بتقرر تتعاقب مكانه مقابل إن هو يطلق سراحه، وأثناء الوقت ده بتكون البنت حامل، فبتولد جوه الحفرة، ولما الطفل بيكبر شوية بيشوف أمه بتتقتل في الحفرة، أن 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 آه. ولكن كان في واحد بيحاول إن هو يحميها، وأثناء ما عمك ده بيحكي بيوقفه راجل عجوز كده مسجون برضه بيقول إن هو ما يكملش، فالشخص اللي كان بيحكي لبروس بيبدأ إن هو يحاول يعالج ظهره كده فاهم، ويقدر إن هو يوقفه من تاني، ولكن على الجنب التاني في نفس الوقت بيبدأ الضباط بتوع المدينة إن هم ينفذوا عمليات ضد عمك بين، ولكن الضباط بيتقبض عليهم وبيتحكموا في محكمة بيحكم فيها المجرمين زي فاهم دكتور كراين كده برضه، وده جدع لأن المدينة أصلا بقت كلها فوضى دلوقتي فاهم، أنت كله فوق على تحت على يمين على شمال بشقلبظات يعني، وبيحكم عليهم دكتور كراين بالإعدام. وفي الجنب التاني يبدأ بروس التمرين كمحاولة منه للتسلق الجدران بتاعت السجن دي، ولكنه بيفشل في المحاولات بتاعته، وبيستمر في التمرين ولكن برضه بيفشل، لحد لما في مرة بيحاول عمك بروس الخروج بالتشجيع بتاع الناس كده المحبوسة معاه فاهم، وبيقدر إن هو يهرب أخيرا، وبيسيب حبل الباقي المساجين إن هم يهربوا كمان، وبيتجه على كات وومان وبيقول لها إن هو هينسى خيانتها مقابل إنها تساعده في هزيمة عمك بين بسهولة كده يا سم. ومع بعض بينقذوا عمك لوشيس اللي بيوفر لبروس وين كل أسلحة وكمان بدلته كباتمان، فبيقدر باتمان إن هو ينقذ جوردن قبل لما يتعدم، وبيساعد جون في تهريب كل ضباط المحبوسين تحت الشركة عشان يكونوا مساعدة ليه ضد الجيش بتاع بين، وهنا تبدأ معركة كبيرة بين كل الضباط وباتمان والجيش بتاع بين، وبتستمر المعركة لحد لما باتمان بيواجه عمك بين وجها لوجه للمرة الثانية راوند 2 يا ابن الوحش، وفي نفس الوقت اللي بيحاول فيه عمك جون ان هو يهرب كل سكان المدينة، ولكن بيمنعوا الضباط لان لو حد خرج من المدينة فاهم انت ايه هيفجرها. وبنرجع تاني للمواجهة بتاعت باتمان وبين، واللي فيها بيقدر باتمان واخيرا ان هو يتغلب على بين وبيكون هو اقوى منه، وقبل ما يعرف منه مكان تفعيل القنبلة بينقل لعمتك ميليندا جت وطعنته، وبنكتشف انها بتبقى بنت راس الغول وانها هنا عشان تنتقم لابوها، وان جهاز التحكم بتاع القنبلة معاها، وبتضغط على الزرار، ولكن بنتفاجئ ان مفيش حاجة بتحصل اصلا، وده لان عمك جوردن قدر ان هو يبطل مفعول جهاز التحكم ده، يلا اخبطي دماغ امك في الحيط. وقبل لما عمك بين يقتل باتمان بتنقذه كات وومان، وبيروح باتمان يطارد عمتك ميليندا باستخدام طيارته، ولما بيوصل لها بتقول له ان القنبله تنفجر كده كده، فبيضطر باتمان ان هو يستخدم طيارته ياخد القنبله فوق البحر عشان يكون بعيد عن المدينه، وبتنفجر بيه الطياره وبيموت، وفي نفس الوقت ده بيتغلب الضباط على جيش عمك بين، وبيتم اعلان وفاه بروس وين، وبيتعمل لعمك بروس تمثال على شكل باتمان تجريما ليه في جوثام، وبيتم فتح بيت بروس قضاء للايتام، ولان دي كانت وصيه عمك بروس، وبالنسبه لثروته فبتروح لالفريد الشخص اللي ساند عمك بروس من صغره، وبيمر الوقت وفي يوم بيتفاجئ عمك جوردن بالاشاره بتاعت باتمان فجاه كده بقت سليمه، ده غير ان جون بيلاقي رساله بتقول يروح لمكان كهف باتمان عشان يكون هو باتمان التاني. وفي احدى الايام اثناء ما الفريد في مطعم بيشوف بروس قاعد مع كات وومن، وده معناه ان هو لسه عايش او ان هو نط من الطياره قبل ما تنفجر وعاش، ولكن في سر وبس كده. توتا توتا قصه حدوته. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، ما تنساش تعمل فولو على الانستجرام، ما تنساش تعمل فولو كريم وسام عشان هو اللي منشف ايه ده، وما تنساش تعمل فولو لاحمد وسام عشان هو اللي كاتب السكريبت ده، وما تنساش تخش على جروب الميمز ميم امي على الفيسبوك، وبرده اعمل حاجه ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناه ملخصات افلام فما عشان بتعمل ملخصات جامده سيقه، وفي مفاجاه جامده سيقه، وبرده اعمل حاجه برده ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده سيقه، وبس كده خد بوسه جامده سيقه، سلام عليكم.